بسم الله الرحمن الرحيم. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. بعد تصديق حكم الإعدام على سماحة آية الله الشيخ نمر باقر النمر، كان واجبا علينا أن نقف هذه الوقفات التضامنية معه، وأن نطالب بكل جد وصرامة لإيقاف هذا الحكم المجرم الذي اتخذه آل سعود المجرمين بحق آية الله الشيخ نمر النمر وبقية الشباب في منطقة بلاد الحرمين. نحن في وقوفنا هذا نعلن تضامننا الكامل مع آية الله الشيخ نمر النمر، ونطالب بالإفراج الفوري عنه وعن بقية الشباب المحكومين والمعتقلين في بلاد الحرمين، وندعو جميع الأحرار في جميع أنحاء العالم أن يتضامنوا مع آية الله الشيخ نمر النمر، وأن يتظاهروا لإيقاف هذا الحكم الجائر ضد سماحة الشيخ، وأن يوقف هذه الجرائم التي يرتكبها قبيلة آل سعود سواء كان في البحرين أو في اليمن أو في سوريا أو في العراق، وأن يوقف هذه الجرائم التي تقنن بقوانين ليس لها أي أساس من الشريعة الإسلامية وليس لها أي أساس قانوني دولي. نحن ندعو من خلال هذه الوقفة التضامنية لإيقاف حكم الإعدام عن آية الله الشيخ نمر النمر، وندعو جماهير الشعوب والأحرار في العالم أن تتضامن معه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.